اليوم في قناة المتوسط في برنامج نقطة نظام مضينا قدما نحو في الحقيقة استقصاء، عمل استقصاء نحاول نأسسه في القناة لمسألة مهمة جدا حولها جدل كبير الآن في البلاد، وهي مقتل أو اغتيال الفقيد شكري بالعيد والشهيد شكري بالعيد. حاولنا أن نتتبع من خلال الصور المشتبه فيهم كيفاش ممكن ربما نلتقط شيئا ما من مشتبه فيهم. تابعنا هذا الموضوع، استقصينا، تابعوا معنا الفيتير هذه ثم نرجع نعلق على هذه الفيتير. تابعوا معي الفيتير. ما تزال الأسئلة تتدافع بخصوص مقتل شكري بالعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. تعالت الأصوات المطالبة بكشف قتلة الفقيد، وبالتوازي تكاثفت الأبحاث وعرضت الداخلية صور المشبوهين المتهمون في عملية الاغتيال. تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صور المطلوبين وأسماءهم، بيد أن واحدا من بين المطلوبين سبق أن كان وجها مألوفا وصورته معروضة في الصحف والمجلات التونسية منذ سنوات. مثلا تم عنصر رئيسي في العملية هذه، أحمد درويسي، وقع اعتقال ولا مقاش اعتقال؟ وين موجود تويك؟ وهو عنصر رئيسي وخطير في هذه القضية. إنه أحمد أو أحمد الرويسي، شهر إليوس. أحمد الرويسي هو من عائلة متواضعة، انشأ في حي شعبي في ظل ظروف اجتماعية معناها قاسية. هناك شخص من الذين عرضت صورهم كان محكوم في السجن من أجل ترويج المخدرات، وهذا الشخص فر من السجن في أيامات الاضطرابات التي لحقت ثورة 14 جانفي. يتحدث عنه رفاقه وأصحابه بكونه من المدمنين على الخمر، كما عرف بتعاطيه المخدرات بل والاتجار فيها، وبسببها حكم عليه ب14 سنة سجنا قضى منها بضع سنوات، ليفر في الأيام الأولى للثورة ويعود لمسقط رأسه بتبربة. نقعدوا بحديث ونقعدوا للشرب، كنا قبل نشربوا مع بعضنا، تلموا في الشرب. الذين خالطوا أحمد يشهدون له بدهائه وذكائه. كان قبل كي يجي يقعد معنا في قاعدة نخاف يعركنا، أعز أصحاب عركنا، يربط الخيوط ياسر ويعرف يربط. لم يعرف لحمد الرويسي انتماءات سياسية واضحة، في حين أن المقربين منه يتحدثون عن معطيات عديدة. في العهد البرجيبي حكم قرب المنزل متاعهم من الشعبة كان ينشط في الشعبة. عشان ينشط معناه يسهر في الشعبة ويخالط جماعة الشعبة ويسهر معاهم، حتى أنه في بعض الأحيان مفتاح الشعبة يكون عنده شعبة الحزب الاشتراكي الدستوري قبل ميلاد التجمع. يمشي للشعب ويمشي الواحد، لكن اللي سمعته أنا بيريود وقتها في بيريود الأخرى اللي ينتمي الحزب الشيوعي، الحزب الشيوعي التونسي يظهر لي الحزب كمك. أخته هو كانت تتبنى مواقف شيوعية تصل إلى حد الإلحاد في بعض الأحيان، لكن مسألة أن يكون متديناً متشدداً سلفياً فهذا ما أستبعده. هل يملك الرجل القدرة على التلاعب بالتيارات السلفية؟ مسألة اختراق التيار السلفي هذه مسألة واردة. هذه أخت تلت فلسفة معروفة بميولاتها وانتماءاتها السياسية اليسارية، وطلعت بمسؤولية الهيئة الجهوية المستقلة للانتخابات. هل يكون أحمد العقل المدبر لاغتيال شكري بالعيد؟ بالنسبة للتنظيمات السلفية في تونس، وهي تنظيمات لا تجامل ولا تتلون، كانت قد ذكرت بصورة صريحة أن لا دخل لها في اغتيال الفقيد شكري بالعيد. لا يقتل، ينجم يقتل على مصلحته، كتبدا فلوس كبيرة يقتل. في هاتين المنطقتين فإن ما يعرف بالحركة السلفية هي إطار مفتوح بالإمكان هنا أن يسير فيه اندساس، وبإمكان أي شخص أن يدخل فيه ويندس بين هؤلاء الأفراد ويفعل ما يرق له، على خلاف بعض المناطق الأخرى التي فيها الحركات السلفية إطار مغلق
لا يمكن الانجساس فيها. إيطاليا، اليونان، الهند وبلدان كثيرة عرفها أحمد الرويسي، لكن تبقى سوريا حافظ الأسد البلد الأكثر تأثيرا في شخصية أحمد، فهي أولى محطات حياته التي قربته من الإعلاميين وبعض الفاعلين السياسيين حاليا. سافر إلى سوريا حتى يتحصل على شهادة البكالوريا ولكن لم يسعفه الحظ، فبقي مشردا في سوريا من مقهى إلى آخر ومن حانة إلى أخرى، حتى أنه سكن شهري مع ناجي البغوري. وربما ناجي البغوري نقيب الصحفيين سابقا، رئيس جمعية الصحفيين سابقا، ربما ينسى هذا، ولكن اللي شافوه في سوريا واللي قراوا معاهم في سوريا يعرفوا العلاقات اللي كانت بين ناجي البغوري وأحمد الرويسي، والشهود موجودين أنه لازمه في منزله لمدة شهرين كاملين. هذه التصريحات تجزم بأن لا علاقة لجهات أجنبية، وأن علاقتنا مع الجوار ومحيطنا الإقليمي طيبة جدا، وأنه لا يمكن أن يكون أحد قد ارتكب أو حرض أو ساعد على ارتكاب هذه الجريمة. هذا استباق للتحقيق. يؤكد المقربون من أحمد الرويسي وأكثر من شخص رفض الإدلاء بهذه المعلومات أمام الكاميرا أن الرويسي دخل عالم الاستخبارات وكانت له صلات بأجهزة استخبارات إقليمية بل دولية، منها اليونان وفرنسا والجزائر وغيرها، فتعلم أو طلب منه أن يتعلم العرافة وقواعد الفلك ليصبح بين ليلة وضحاها روحانيا عالميا، فسار يلقب بإيليوس بدلا من أحمد. ما نعتقدش بمخه، كما ما شفتش أنا أخوه باش يأثر عليه، يدمغش اللي تحب عليه أنت. أما فما مخابرات كريت والبرة هي اللي تخدم فيه مع ناس في تونس، حتى كان يقول لي أمن الدولة بتاع تونس، سلامة أمن الدولة بتاع تونس، اللي قبل ما تنجمش تدمغش أحمد وتستخدم يستخدمها ما استخدموش. غامر بمسألة العرافة علما وأن هذه المهنة مكنته من التعرف على شخصيات ذات نفوذ، زوجات بعض الوزراء في عهد بن علي كانوا كنا يزرنه في مقره لقراءة الكف. 80% خارجي، قد رح نشه ما يطراف لأني من نجم حتى واحد، احنا شبيت أم على الكلمة، وخذي خبرة تتغرب، خذي خبرة مع تعمل مع مخابرات وخذي خبرة كبيرة. فهذه المجموعة التي أعلنتها وزارة الداخلية يبدو أنه أكبرهم سنا، لأن اللي ما يعرفش أحمد الرويسي يجب أن يعرف أن أحمد الرويسي ما يقبلش أن يكون محكوم. أحمد الرويسي لا يمكن أن يكون إلا قائدا. قد يكون المنفذ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا حتى أربعة، ولكن أعتقد أن من يقف وراء هذه الجريمة له غايات أكبر من ذلك، هو إدخال البلاد في حالة من الفوضى والبلة. يوم جنازة الفقيد شكري بالعيد ظهرت علينا زهرة الرويسي في قناة نسمة واتهمت رشد الغنوشي، ما رأيك يا سيدي؟ وأنها هذه التي اتهمت أناسا آخرين يكون أخوها ضمن المشتبه بهم في مقتل شكري بالعيد. يبقى ملف اغتيال شكري بالعيد لغزا محيرا، ربما كان إيليوس إحدى الخيوط البارزة في ملف يبدو عنكبوتياً.